مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع. طبتم وطاب مساءكم بكل محبه وسرور. حضرات الضيوف الكرام، الاخوات والاخوه الاعزاء، ارحب بكم في بلدتكم البقيعه. اسعدنا حضوركم واضاءتم بوجودكم المكان. باسم جوقه شمس الليالي وشعراء الامسيه، الاخوه شحادي خوري، سلمان زين الدين، سامر خوري وكامل حلبي، اشكركم على حضوركم ومشاركتكم الحفل. اشكر زملائنا الشعراء الذين اتحفونا بروائعهم. ان دعم الثقافه والفن يدل على الرقي الحضاري، ومن هنا اشكر رئيس المجلس المحلي الدكتور سويد سويد واعضاء المجلس المحترمين على دعمهم المستمر لحفلات الزجل بجود وكرم وسخاء. خلينا طيب خلونا الضي مضوي، بهمش اذا ممكن. نعم خلي الضي مضوي، بهمش معاه. اوف 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 اوف، يا تمثال سلطان القري، ويا تمثال الجنوب لطيب عين مي. اتمنت حد كنتو على الحضارة تتصور شي صورة تذكاري. يا تمثال سلطان القري، ويا تمثال الجنوب لطيب عين مي. اتمنت حد كنتو على الحضارة تتصور شي صورة تذكاري. بضيعة للفكر خلقت منارة، بضيعة رجالها خلقت أبي. بمحبتهم اجتمعوا بفرد حارة تيعطوا للبلد صورة بهي. ويا أهلا بكل هالناس السهارة اللي اجوا تا يسمعوا الكلمة الندية، من الجولان من أرض الطهارة، ومن الكرمل الروح وكرملية، ومن الشاغور وبلاد الإنارة، ومن جبال الجليل السرمدي. وما بنسى دعم مجلسنا بحرارة، وبوافل من عمر معدود خيي، تنعمل بالشعر حفلة إثارة أنا وأبطال هالمنبر سوي. وأنا شاعر على حزن الجيتارة، كتبت الشعر بالنغم الشجي، وبمرثيات مليانة مرارة حسن غنى جرح مزروع فيي. كتبت جروح أم الاختيارة ودمعتها على فقدان بي. كتبت جروح ودموعي غيارة عموت الشاب عموت الصبية. انطلق اسمي وعلم اسمي بجدارة، عملني عاصمي للعبقري. اوف 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 اوف. ولا تزعل يا شحادي يا حياتي، لانها الشاعرية من صفاتي، ولاني عبقري وطلعوا قروني وعقرن الواحد وعشرين آتي. ولأن كلمتي حلوة وحنوني وعندي معجبيني ومعجباتي. ولأن هالمكرمي لتواخذوني كتار تقمصوها من ميزاتي.
ولأني طلعت عاما برشجوني أبو شادي مدحت بمفرداتي أبو شادي عيونه الكرموني أول ما قريلي خربشاتي الضجل فيك لاغيها سكوني وضجيجك ما بيلغي وشوشاتي ولا تتباهى بشعرك يا عيوني الان تقبلتهن عندك قصايد ما بقبلهن بسلة مهملاتي مسا الخيرات يا وجوه البشاشة وصفاوة قلب أبيض لون شاشي مسا الخيرات يا وجوه البشاشة وصفاوة قلب أبيض لون شاشي قلبي عالضرب للجسم دلو على بقيعة قطعت الضرب ماشي وليالي السهر هالايام قالو ليالي السهر هالايام قالو انا عالسهر بخسر من معاشي وما احلى الخل يتلاقى بخلو لقى الخلان قمة انتعاشي وكلمي بالامل تحمل عتابي لزجالين موطننا باخوة كلمي بالامل تحمل عتابي لزجالين موطننا بأخوي بدل ما الزجل يجعلنا صحابي وبدل ما نتحد ونزيد قوي كل ما بيكتر رجال الخطابي كل ما توسعت بينا الهوي واحد بدعي انه الفرابي واحد جاي من بيتي انه بوي وانا سيد الخطاب والكتاب وانا فلان الفلاني ومين هو وغلط كل اربعة نعمل عصابة وعظهر الاربعة يركب فتقوي غلط كل اربعة نعمل عصابة وعظهر الاربعة يركب فتوي وعدو ان كان بحكي مع اصحاب اللي بيبقى صاحبي بيصبح عدوي ضروري تفتح بوابك عبابي وانا انزل لعندك من علوي ومرة بملعبك تبقى طابي ومرة بملعبي حفلي نسوي ولانه الحقد آلي للحرابي لأنه الحقد آلي للحرابي وعبوي ناس في بتنسف زجلنا إذا ما تفجرت فينا العبوي سمعت صوت الحبر عالسطر ماشي سمعت صوت الحبر عالسطر ماشي بخفي مثل دعسات الفراشي اطرقت عباب عيني وقلت فيق الحقيني وانفضي عنك فراشي سمعت صوت الحبر عالسطر ماشي بخفي مثل دعسات الفراشي اطرقت عباب عيني وقلت فيق الحقيني وانفضي عنك فراشي حلو يا سامة لقيت وقلت وينك يا صديقي من هجرك شو كنت كتير
كتير خاشي من بعدك أنا تخرسن شهيقي وصفحاتي بلا سطور وحواشي ما عاد بيعزف الخيال الموسيقي ما عاد بيعزف خيال الموسيقي ولا ينحت ولا تنحت عجلد الارتعاشي ولا عاد بيغمز الفكرة بريقي ولا ينقش على الحج نقاشي وهيك بقيت مضيع حريقي يقيني بين واعي وبين غاشي ريقي بال من خمرة عتيقي وبوعد الغد دور على الإعاشي بارك الله فيك ويا ابو شادي مش تصدق معنيت الحكي خلص عن اذنكم هذا بدل انك خايف منه او يا ابو شادي يا ندي يا غريمي انا جاهز يا خيي للهزيمي اذا جاي معي تعد الجماجم بدون هجوم خدها يا نديمي الو او يا ابو شادي يا ندي يا غريمي انا جاهز يا خيي للهزيمي اذا جاي معي تعد الجماجم بدون هجوم خدها يا نديمي انا ما تعودت بالسيف راجم انا ما تعودت بالسيف راجم لانه قيمته عندي رميمي وكل شي عن هجوم السيف ناجم نتيجي هابطة وقيمي رميمي انا ما تعودت بالسيف راجم لانه قيمته عندي رميمي وكل شي عن هجوم السيف ناجم نتيجة هابطة وفكرة عقيمي انا بهاجم بصفحات المعاجم اللي عقيت للفكر لغة حكيمي انا بهاجم بلمعات المناجم وصور احلى من الحجار الكريمي ولانه عنك الرحمن لاجم يا هالمسكين هالقيم العظيم كل ما نويت على المنبر تهاجم احمل جمجمة راسي واصمت وبتكسب يا هالمسكين قيمي عدوا يا بشر ايام عدوا كثر البطر ما عاد تتهدوا عملتوا الحقيقة كذب بالأفعال وصرتوا حدود الكفر تتعدوا عدوا يا بشر ايام عدوا كثر البطر ما عاد تتهدوا وعملتوا الحقيقة كذب بالأفعال وصرتوا حدود الكفر تتعدوا لما ما عاد بهالدنيا عقال والأزعر بيعمل مثل ما بدوا وأنذال صفيوا بهالزمن أبطال صاروا بوقاح الناس يتحدوا